أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم ومرحبا على قناتكم قناة حكاوي سمسم. النهاردة مش هتكون حدوتة، هتكون نصيحة طبية ومعلومة مهمة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها علشان نستفيد مع بعض. موضوعنا النهاردة هيكون عن فيروس كورونا اللي بيجتاح العالم كله واللي بيشكل خطر كبير جدا على صحة البشر. هنعرف مع بعض إيه هي أسبابه وإيه هي أعراضه وإيه هي طرق الوقاية منه. فيروس كورونا هو أحد الأشكال المتطورة لفيروس الإنفلونزا واللي بيصيب الإنسان والحيوان، واللي في الشكل الجديد بتاعه بقى خطر جدا، وده بسبب إنهم لغاية النهاردة ما اكتشفوش أي علاج ليه. فيروس كورونا في شكله الجديد ظهر في الصين وبالتحديد في مدينة ووهان الصينية، والمعروف عن دولة الصين إن عندهم عادات مختلفة تماما عن عاداتنا، ومن ضمن العادات دي إن هما بيأكلوا أي حاجة من ضمنها الخفافيش والكلاب والتعابير. أما عن أعراض الإصابة بمرض الكورونا الجديد فهي بتشبه لحد كبير جدا أعراض الإصابة بمرض الإنفلونزا والبرد، وعلشان كده بيبقى من الصعب جدا تحديد المرض ده بدقة. والأعراض دي بتكون الكحة والعطس والسخونية واحتقان الحلق، وزي ما قلنا ان للأسف المرض ده لغاية النهاردة ملوش علاج موجود، لكن في مجموعة من النصائح لو اخدنا بيها من الممكن ان احنا نحد من انتشار المرض ده، وهي ان احنا نغسل ايدينا كويس بالمية، وان احنا نتجنب ان احنا نلمس الفم او العين بدون غسل الايد، وكمان نتجنب ان احنا نختلط بالاشخاص المصابين بمرض الانفلونزا، وكمان نزود جدا من شرب المية علشان نحد من انتشار المرض ده. النهاية احب دايما انصح كل اصدقائي ان هما يحافظوا على النظافة الشخصية، يحافظوا على الاستحمام، يتجنبوا ملامسة او القرب من الناس المصابين بالامراض زي الانفلونزا، ونحاول دايما نحافظ على نفسنا علشان ربنا ادانا نعمة كبيرة جدا وهي الصحة، ولازم كلنا نحافظ عليها. والسلام عليكم ورحمة الله.